لسه فاكر ان الفلوس هي الامان لاولادنا؟ ادي الفلوس يا فضل، خلت بنتك اللي روحها فيك عملت ايه، وقبلها كريم اللي سابنا ومشي، وجميله اللي اتكسرت، وهاله اللي استقوت واتجننت، وريهام. كفايه يا منال. انا اللي كفايه؟ زمان لما كنت بشوفك مموت نفسك في الشغل كنت بقول لك اهدى على نفسك شويه، تقول لي مش مهم اموت انا بس ولادي يعيشوا. ادي ولادك. كفايه يا منال. فعلا كفايه. انا قايمه. تقوم انت كمان؟ انا عارفه انك مش عامل لي اجنده، بس بجد بقى انا شبعت قوي، ويا ريت بقى لما تحب تعمل نمره زي اللي عملتها امبارح اديني خبر قبلها، لان انا حسيت ان انا صغيره قوي وانت عمرك ما صغرتني قدام حد. ولا يهمك، مفيش بنت بتتجوز في الاخر غير اللي هي عاوزاه. جنان ابوكي ده يروح يعمله على نفسه مش علينا. انت بس صممي على رايك وكل اللي انت عاوزاه هيحصل بالظبط. لو كان رفضه كنت وقفت قصاده، لكن هو وافق بس عجزه. طب ترهنيني في النهايه ان هو هيجوزهولك؟ ترهنيني؟ يا بنتي بابي كل اللي يهمه ان رايه في الاخر هو اللي يمشي، ما انت عارفاه كويس. وبعدين بابي بيحب احمد وبيحبه قوي كمان، وبيحب أنكل كامل زيه بالظبط على فكرة. هي بس يعني الدروب عندنا في طنط عفاف، وهي بنت حلال وتستاهل، هي كانت لازم تمشي واخدة على دماغها. طب بلاش تمشي، خليكي قاعدة معايا، مش عايزة أقعد لوحدي. والله العظيم أنا نفسي أقعد معاكي، بس الدنيا عندي مكركبة هناك والشغل كله فوق دماغي، لازم أروح أحله. طيب هتوحشيني. وأنتِ يا نادية لو احتجتيني في أي وقت هتلاقيني جنبك. اهلا 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 معالي. عشان شافك يا سياده المستشار. اتفضل اتفضل. حمد لله على السلامه يا بطل. الله يسلمك. الحكايه ما فيهاش بطوله ولا حاجه، دي بسيطه يعني شويه خدوش. لا بطل يا وجيه، الارضيه دي بالذات عايزه قاضي من نوعك. قول يا سياده المستشار، انت اكيد طبعا اطلعت على ملف القضيه، شايف ايه؟ انا ما بتدخلش في حكمك، بس كنت عايز اعرف انطباعك عن الاسماء اللي فيها، وخصوصا ربيع الصفتي. انا عارف اكيد ان هو مجرد وجهه يعني لعمليات غسيل اموال لناس ولجهات معينه عايزه تزرع نفسها جوه البلد هنا، بس طبعا بعينها. القضيه واضحه، مكالمات وشيكات محوله وكله متسجل صوت وصوره وباذن النيابه. تحب تسمعها يا سياده المستشار؟ القضايا جايه كتير، هيروحوا منك فين يا بطل؟ معاليك لسه مديني لقب بطل، وانا لسه ما تهنيتش بيه، عايز تسحبه مني بالسرعه دي. شوف معاليك، انا ما اتعودتش اهرب من المعركه. التنحي عن قضيه مش هروب يا سياده المستشار. القاضي طبعا برضه ليه عيله وليه اولاد. ما انا لو اتنحيت عن القضيه دي اكيد زميل قاضي اخر هيمسكها، وبرضه ليه عيله واولاد. دي معركه يا فندم ولازم نكملها. انا كنت متاكد ان ده هيبقى ردك. انا قلت بس نتقابل علشان نشرب فنجان قهوه مع بعض. متشكر يا فندم. الو يا انت لسه فاكر رشا؟ انا مش متعود منك على دلع البنات ده، دايما ببقى مستني منك حاجه مختلفه. طيب خلاص خلاص، المهم ان انت فكرت وعملت صح. صح، النهارده تكوني عندي. كريم يا حبيبي هاجي فين؟ انت اتجننت؟ انا عندي كورسز وحاجات كتير تانية مفتوحة ما خلصتهاش، ده غير ان انت وراك التزامات كتير لازم تعملها عشان الدنيا تظبط عندك. ما تحسنيش يعني انها كانت عندك احسن حاجة من يوم ما رحت. احسن حاجة؟ سعادتك الدنيا والعة. طيب شفت؟ خلص يا حبيبي اللي ورايا، هتلاقيني فوق راسك كمان. انا نفسي اكون معاك النهاردة قبل بكرة. اوكي باي، سلام. سلام يا رشا.
صح كده؟ هو ايه ده اللي صح؟ ما هو مش من اول ما يقولك تعالي تروحي على طول. التقل حلو برضه يا بنت اللذينة. وانا اللي كنت فاكرك عبيطة. صدق يا مازن، انا بكرهك قوي وانت بتتكلم بالطريقة دي، ده غير انها مش لايقة على شكلك، قديمة قوي يعني. كأن السنين ما عدتش، بتفضل نايم للظهر ولو سبتك هتفضل نايم للعصر. بابا هيكون محتاجني في ايه يعني يا ماما؟ بابا عنده موظفين كتير قوي وكلهم ممتازين وكلهم بصراحة احسن مني في البيزنس بتاعه كمان. عنده موظفين كتير، بس عنده ابن واحد اللي هو انت، زي ما اختك ناديه ليها اخ واحد اللي هو انت برضه. ماما وانت فاكره ان انا جاي ابوظ الجوازه مثلا؟ اكيد لا، اللي في ايده انها تتم او ما تتمش شخص واحد، باباك. يبقى مفيش سبب للرجوع غير ان انا عاوز ارجع، انا اللي محتاج ارجع يا ماما. انا مشيت بسبب نظره بابا ليا اني فاشل، وانا مش فاشل ولا عمري كنت فاشل. يقدر تيجي مركز الغطس تشوف ان انا عملت من ولا حاجه حاجه. بس هو عمره ما قال كده، بالعكس. ما كل حاجه عنده بالعكس، كان دايما يحسسني اني فاهم وناجح، فاخد ثقه في نفسي وغامر في الشغل لحد مغرب وغرقه زي ما بيقول. طب وانا؟ انا محتاجاك يا كريم، محتاجه ابني جنبي زي ما اختك محتاجه اخوها جنبها. بقولك ايه، هتجيب مراتك كده اللي احنا ما نعرفش اي حاجه عنها، تعالوا استقروا هنا على الاقل نتعرف عليها وتتعرف علينا، ولا هي وحشه؟ رشا والله العظيم دي عسل زيك كده، ده هي اللي اصرت ان انا انزل. ماشي، اول ما احمد كامل يجي خليه يخشله على طول. حاضر معاليك يا فندم. والنبي يا مروه حلوقتي لي وش المكرونه زي ما طلبت منك؟ قرمشتها لك يا حبيبتي هي والجلاش. انت نجدتيني النهارده، اخو محسن جاي فجاه كده يعمل مصلحه في المنصوره وهيبيت. كله بيعدي، اليومين دول كل حاجه بتحصل فجاه. الله، صحيح امك عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله، هتعمل قسطره. كان مستخبي ده كله فين؟ ده صحيح اللي يقع اليومين دول محتاج تقله فلوس، بس كويس انكم عرفتوا تتصرفوا من عند الحاج رجب. رجب؟ رجب بتاع الاجهزه؟ والله ما اقصد حاجه، ده مرض يعني، واكيد اتعذرته. واحده واحده عليا كده رحاب، وفاهميني انت تعرفي ايه بالظبط. مفيش، انت عارفه محسن جوزي ماسك الحسابات عند الحاج وشاف الوصولات اللي عبد الله مضيها له. أماني، أنت يا أماني، أماني ماما نزلت يا ستو. راحت فين على الصبح؟ نزلت تشتري فراخ. افتحي الباب. ازيك؟ ازي حضرتك؟ انت صاها مش كده؟ طب هي عفاف موجودة؟ موجودة. حضرتك مين؟ انا اختها، يعني ممكن برضو تقولي لي تيتا منال. بيتك حلوة قوي يا عفاف، زي ما تخيلته. منال زيارة متأخرة شوية، يعني يجي 20 سنة.